مساء الخير جميعا. بداية اعرفكم عن حالي، انا لمى زكريا، طالبة في كلية الهندسة المعمارية وعمري 22 سنة. عشت ببيئة متعلمة وجيدة، كل واحد كان مواظب على انجاز ما او موهبة ما. اخواتي مثلا كانوا ابطال عرب برياضة المبارزة، وفعلا كنت عم امشي على مسارهم. ولما وصلت على اعتاب تمثيل المنتخب السوري للمبارزة، للاسف بلشت الحرب مثل كثير من الشباب يلي كانوا عندهم أحلام وطموحات وما قدرت تكمل نتيجة الظروف يلي صارت والأوضاع يلي فرضت علينا. كل ما نمشي خطوة طبيعية واحدة لقدام منلاقي قبالة 100 عقبة ترجعنا 1000 خطوة لورا، وصار جل اهتمامنا أن احنا نمرق يومنا براحة وهدوء، وحتى هذا الشيء كان يعتبر رفاهية بالنسبة لنا. بذكر لما كنت اجتمع مع رفقاتي أو حتى لما قابل أي شخص جديد كان ينتابي الفضول واسأله فوراً شو مفكر تعمل لقدام؟ كان الجواب حتماً السفر. ليش؟ يمكن الشعور بالعجز وأنه نحن أشخاص ما بحق أن نحلم، لا هذا المكان مكاننا ولا حتى هذا الزمان زماننا. الألم والضغوطات والمعاناة والمسؤوليات الكبيرة اللي عم يحملها شاب بعمر 20 أو حتى 30 كانت كفيلة إنه هي تقتل الشغف اللي جواته ويدور على طريق تاني لحتى هو يحاول يثبت حاله ويحس حاله هو شخص عايش وموجود على هاي الحياة. بعدها مريت بفترة البكالوريا، يمكن اللي هي تعتبر من أصعب الفترات على الطالب، مرحلة مصيرية عم يفكر بمستقبله وين رايح وشو بده يعمل وشو رح يصير. صار معي وقتها موقف كتير لطيف. كنت عم أدرس مادة العلوم، وتحديدا بفترة التكميل للبكالوريا شردت، بلشت أرسم دوائر وزخارف وتفاصيل على طرف الكتاب رغم بساطة الرسمة لأنه هي كانت كتير جميلة بالنسبة لي. وبعد فترة شوف رسم كتير مشابه لرسمتي اللي رسمتها على الفيسبوك ومكتوب عليها فن الماندالا، يلي بيعني فن من أصول هندية بيحتوي على دوائر وأشكال هندسية وكميات هائلة من التفاصيل والزخارف. وهون حسيت هالفن فعلا كتير بيشبهني، ولأول مرة أشعر بانتماء المطلق اتجاه فعل أو فكرة. كان دايما أخي نبهني على فكرة مهم تحس بالانتماء بحياتك، سواء كان لفعل لفكرة أو حتى لعمل. هذا الانتماء يا بتكبر وبيكبر معك أو بنزلك وبدمرك. بعدها بلشت اتعرف بهذا الفن وابحث عنه أكثر وأكثر، وكان التعلم كلياته بشكل ذاتي لأن للأسف ما كان في مراكز تعليمية بسوريا ملمة بهذا الفن. وصلت إلى درجة لا بأس بها من الاحترافية بعد سنتين تقريباً، وهون باخذ أولى خطواتي بهذا المجال. شاركت بمعرض نساء صغيرات، كانت الخطوة كتير حلوة رغم بساطتها. ولما كنت شوف نظرات الإعجاب بعيون المشاركين والناس اتجاه لوحاتي، وحتى أنه هن كانوا يتحسوا اللوحات في إيديهم لحتى يحاولوا يعرفوا ماهية هذا الفن، كان شعور كتير حلو بالنسبة لي وأنه عم حاول طلع الشيء اللي جواتي وورجيه للعالم. وهون فعلا بلش ينشهر فن الماندالا لدرجة كتبت صحيفة الاندبندنت البريطانية بمقالة بعنوان فن الماندالا يتسلل إلى سوريا بأيد أنثوية. وبعدها شاركت بمعارض على المستوى المحلي، ولكن رجع شعور روتيني والملل. أنا تعلمت فن الماندالا وبعدين شو لسه ممكن أعمل؟ كنت كتير شوف أشخاص ملهمين ومبدعين على السوشيال ميديا محققين إنجازات هائلة، إنجازات رهيبة، كان بيخطر لي نحن ليش ما منكون مثل هاي الأشخاص؟ جينيس، خطر لي بوقتها أدخل جينيس، وكانت فكرة من ضرب الخيال إني حاول أدخل جينيس من هون من سوريا وخاصة بمجال فني. رحت واقترحت على أهلي الفكرة وقدموا لي دعم معنوي كتير كبير ودعم مادي كتير كبير. وفعلا ب 2020 من مرسم الصغير يلي ما تجاوز مساحته 15 متر مربع اشتغلت على اكبر لوحه ماندالا بالعالم بمساحه 25 متر مربع، 4096 دائره ماندالا والاف الملايين من النقاط. كان جهد جبار كثير اني احاول اخلق 4000 دائره بناء على لجنه جينيس، كل دائره تكون مختلفه عن الثانيه وما يكون في تشابه بيناتهم.
وفعلا لما وصلت ل 3400 اضطريت انا هون وقف شهرين لانه نفذت عندي كل الافكار. كل ما احس حالي انه انا قربت وصل ورح انهي الفكره ورح انهي الموضوع لاقي في عقبه قدامي، بس كان الشغف اللي جواتي والانتماء العملي اكبر بكثير. ايام كنت ارسم برد، وايام كنت ارسم بشوب، ايام بقطعه كهرباء، ايام ما اقدر وازن بين دراسه الاكاديميه هندسه العماره وبين محاوله دخولي موسوعه جينيس. انا كثير بحب لوحتي بس بكره الظروف اللي كنت عم ارسم فيها اللوحه. وفعلا استغرق الموضوع حوالي سنتين وانهيت رسم اللوحه. وب 26/11/2021 برفع الادله للجنه جينيس، وكان المفروض هون انطر 3 شهور لحتى توصل النتيجه. يعني هالثلاث شهور كانوا من اصعب واطول الاشهر بحياتي وانا ناطره النتيجه، ويا ترى انا رح اوصل ولا لا. مشاعر كثير 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 ثقيله، وافكار كمان كثير ثقيله على شخص عم يحاول يسعى ويحس خطواته كثير بطيئه وكثير ثقيله بهذا المكان. وفعلا بيمضوا الثلاث شهور ويوصلني ايميل من جينيس، ولكن للاسف كان في اخطاء تقنيه مرتكبتها. وللاسف كان هون شعور الياس والعجز كثير كبير، انه انا خلص رح اوقف. سعيت كثير وحاولت كثير، وكان الموضوع جدا صعب وجدا جدا كبير. كل ما احاول امشي خطوه لقدام لاقي في عقبه اكبر منها، والموضوع استنزف مني كثير جهد. ما ضل فيني جلد ولا ابدا لحتى اخذ خطوه واحده لقدام. بس بوقتها كان في جيش كثير عظيم من اهلي واخواتي ورفقاتي يلي حسسوني بلحظات الياس والعجز انه لما هذا مو حلمك لحالك لازم تحققيه، وهذا مو انجازك لحالك، هذا حلمنا كلياتنا وهذا انجازنا كلياتنا، فحملوني هي المسؤوليه ضعفين. وفعلا كملت، وب 10/5/2022 الساعه 1:30 بالليل فقت لحتى اشرب مي، وقال يوصلني إشعار من جينيس مكتوب: تهانينا، أنت حامل لقب جينيس الحالي بأكبر لوحة ماندالا بالعالم. يعني الشعور اللي حسيته بوقتها من فخر وعظمة، من سعادة، من امتنان وقوة، رح ضل مقصر بوصف حق هذا الشعور. لأول مرة بحس حالي أنه أنا شخص بلشت حس حالي أنه عايش وموجود بهذا المكان، وقدرت وصل للعالمية ومن هون من سوريا من هذا المستوى المحلي كمان. ونحن كلياتنا عندنا أحلام وعندنا طموحات عم نحاول نسعى لإلها، وفي عقبات كتير كبيرة قدامنا. تعلمت بالمبارزة أنه ما رح يطلع معي أحسن ما عندي إلا لما يكون خصمي كتير قوي، وتعلمت بالماندالا لولا الظروف الصعبة اللي صارت معنا ما كان طلع معي هذا الشيء. بس الفرق الوحيد اللي صار انه بالمبارزة كانت مواجهتي مع الخصم، اما بالماندالا كانت مواجهتي مع الذات. حسيت انه فعلا هذا الالم اللي عم نحسه هو الم عبقري اللي عم يقدر يطلع الشيء اللي جواتنا ويتحول لشيء عبقري او حتى ابداعي. اكيد كلياتنا عنا احلام وطموحات، سواء كان أوسكار، جينيس، نوبل، أفضل شيخ بالعالم، أفضل مصور بالعالم، ونحن من حقنا نحلم ونوصل لعالمية كشباب سوريين. يمكن الحياة ما نوردي مثل ما كنا متخيلين نحن وصغار، أنه لما نحط هدف قدامنا نعتقد كل المقومات اللي بالحياة رح تصب معنا وتدعمنا لحتى نوصل. بس الشغف والانتماء والحب للعمل هو الشيء الأساسي لحتى الواحد يقدر يكمل. وشكراً.